Khalil from Palestine. First time I came on 1963, I worked in Abu Dhabi airport for 9 years. Then I came to Sharjah. أول ما جينا على أبو ظبي جيت أنا وزوجتي وبنتي على بيت أخويا، كان أنا مقيم أخويا وابن أخويا مقيمين في أبو ظبي، والبلد أمان طبعاً، إحنا معظم سكننا في فيلل، فغالباً الأوت دور ما كانش يتسكر في الليل. على مدى المدة كلها ما صار أي حادث يعني، على أساس إنه الأمان موجود والحمد لله. أولادي انولدوا في أبو ظبي كلهم، طبعا مش شعارين بغربة.